السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ شو اخباركم؟ مثل ما عودناكم اليوم فلوج جديد، يعني قررنا نروح نصيد سمك. رحنا للمخراق ورحنا للسيبة كالمعتاد، وما صدنا ولا سمكة، بس ماي موجود. الذب الشص وطلع، كل شي ماكو. الذب الشص وطلع، كل شي ماكو. صدق موسم الصيد شو وقت يبدي؟ ما اعرف. احنا بشهر الرابع ولحد الان ماكو اي سمكة بالشط. رحنا للمخراق ورجعنا ما لقينا اي شي. الماي كلش خابط وطين صاير لونه. ورجعنا للسيبه ونفس الشيء، ماكو اي شيء، تعب بلاش. شباب لا حد يطلع هاي الفتره. اتمنى تستمتعون بالمشاهده مالت الفيديو. شكرا لكم. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحه؟ اليوم اجينا للمخرج